عشر نوفمبر. دوني اونكور بلوس دو ديتاي سور لي نون مي قطر لها دور كبير جدا. سي ان بيي كي نوز انتريس باسكو كولي تريز اغريسيف دون فان سونس دو تيرم اي نون سولمون دون لو شون دو موند التي يجب ان ندافع عنها جميعا. يا بوا سي كي ان ليتيراتور كي ان تران ويكون الاساس. تنظم هذه الطبعه من 6 الى 16 نوفمبر بقصر المعارض صنوبر البحري يعني في صافيكس، ودولة قطر الشقيقة هي ضيف شرف لهذه الطبعة. نسجل هذه السنة مشاركة مميزة ب1007 عارضا يمثلون 40 دولة من ربوع المعمورة، ومنهم 190 من الجزائر، ويصل عدد الضيوف إلى 350 ضيفا من دول مختلفة. والمساحة الإجمالية لفضاءات العرض تفوق 23 ألف متر مربع. نعيش أجواء الفرحة والانتصارات. فضلنا أن يكون شعار صالون جزائر الدول الكتاب في هذه الطبعة على الشكل التالي: نقرأ لننتصر، فالكتاب يجمعنا والقراءة تحررنا. خصصنا فضاء متميزا للسبعينية من ندوات علمية وثقافية والذاكرة والتاريخ الجزائري. لم ننسى ما تعيشه فلسطين الشهيدة من إبادة جماعية من طرف العدو الصهيوني الغاشم، وسيشاركنا أدباء ومثقفون من غزة وفلسطين في هذا الصالون للحديث عن مقاومة هذا الشعب الأبي. كما ترعى وزارة الثقافة والفنون لأول مرة جائزة للشباب تحت شعار كتابي الأول في فن الرواية.